الخبر اللي عدنا عن تهجم المتابعين على نور ستارز. نور ستارز نزلت على سبب الانستغرام هذا الفيديو. بهذا الفيديو يا حبايب راح اعطيكم اياه شوفوه. عايز ترجعني بعد ما حلويت؟ انت وسخ. هقول لك ايه، انت وسخ. فكل الكومنتات اللي جتيها كان قاعدين يسبوها واللي يقول لها انه ارجع يا ربك وخافي الله من هذا الكلام. فما ادري صراحه اكتبوا لي احباب بالكومنتات هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا. ننتقل حاليا لارين بيوتي فضيحتها ويا موفلوكس. فاول شيء يا حبايب انهم التقوا ويا بعض كانوا عن ما بحفله، وبالنسبه الثاني شغله انهم كانوا قاعدين يرقصون ويا بعض. فتسرب لهم هذا الفيديو من داخل هذه الحفله، كان بيها موفلوكس يقترب شوي شوي من لارين بيوتي يلزم ايدها وبعدين يقوم يرقص وياها. راح اعطيكم هذا الفيديو الصدمه شوفوه. وطبعا اكو دليل قطعي انه هذا الفيديو كان من امبارحه، بشيرين بيوتي نزلت هذا الستوري اللي كانت بهذه الصوره من نفس المكان ونفس الملابس، انهم كانوا قاعدين بحفله ولكن موفلوكس ما كان مبين وياهم، فما ادري الصراحه ما زالت التساؤلات تقول ليش هم حاليا ما قاعدين يبينون الناس انهم قاعدين يصورون ويا بعض، ما ادري اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركهم بهذا الفيديو هل فضيحه او لا. انتقل حاليا ليارا مار، فيارا مار نزلت على سبب الانستغرام شفت ستوريات بهذه الستوريات كانت تبكي بيها وكاتبه عليها راحت امي وسافرت وتركتني لحالي، بالاضافه انه نزلت هي شويه ستوريات وبهذه الستوريات كانت تعلن من خلالها انه راح تنزل لنا مقطع باكر على الساعه بالاربعه، راح يكون مقطع كلش ناري وراحت هواي مسافه عم تقدر تصورنا هذا المقطع، عاكم راح احطكم الستوريات تشوفوها. معكم جاهزين بكره حنزل لكم فيديو كثير حلو، كثير تعبت عليه، رحت لاخر الدنيا راح اصور لكم اياه، فكونوا جاهزين بكره لفيديو خرافي على الساعه 4. ننتقل حاليا نور مرة ونقدر نقول عبده وفضيحته ما زالت مستمره، بالله في اللي فتح امبارح الساعه 12 بالليل، كشف به هواي حقائق ومن هذه الحقائق انه المقالب والتحديات اللي كانوا مسووها هي كانت عباره عن تحديات مقالب كلها كذب، النور مرة كان يجبرهم انهم يصورون هذه التحديات ولازم انه هو يفوز بها، عم يبين قدام متابعين انه هو البطل، طبعا هذا الشيء نفسه كشفه مجد اسطواني في السابق تقريبا قبل شهر او شهرين، ومجد اسطواني يومها قال هذه اللقطه احط لكم اياها وهي الدليل مالته اللي هو كان فيديو يحكي ويا نور مرة بهذا الموضوع. كل التحديات مثلا ما لازم تخسر فيها، ليش انا والله مثلا اكثر شيء عنا مثلا، عرفت شلون؟ نعيط الاشياء اكثر من حجمها. طيب يا جماعه مثل ما شفتوا هون انا رجعت قلت له انا من اول ما كان لازم اضل. انا من اول ما بدي اضل. قال لي ليش؟ قلت له لانه كل التحديات اللي بنطلع فيها انت ما لازم تخسر فيها. انت لازم تساوي حالك البطل. انت لازم اللي يا جماعه شوفوني انا الشاب اللي ما بخسر، انا الشاب اللي سوبرمان، فهمتوا؟ سوبرمان على الحقيقه. وكنا كلياتنا نتبهدل بالتحديات ما عدا هو، لازم يطلع حلو وشعره ما يتخرب على الفيديوهات وكل شيء، فهمتوا علي؟ لك انا مشان هدول حاليا عم بيسبوني تحت يقولوا واو نور شوفوا الملك نور اللي ما عم يخسر، واو شلون عم تعمل هيك، علمنا علمكم، شو رايكم نحن نعلمكم؟ لانه من ورانا مو من ورا حاله على فكره يعني، وهذا من الاشياء اللي كانت كثير 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 زعل. ما ادري صراحه اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات تتوقعون فعلا التحديات اللي يسويها نور مار هي تكون كذبيه ومتفق عليها او لا. ننتقل حاليا لمحمد جواني واخر عودته اليوتيوب وكشف حقيقه نور مار. فمحمد جواني نزل على سبب الانستغرام شفت ستوريات وبهذه الستوريات كان يقول بهن راح ينزل مقطع راح يحكي عن نور مار وعن موقفه بهذا الموضوع، راح احطكم الستوريات كامله شوفوها. حبايب القلب كثير استغربت من النسبه اللي شفتها، على كل حال في كثير ناس عم تسالني جواني انت شو رايك؟ انا حكيت رايي من اسبوع بالفلوج اللي صورته، وبكره راح انشر الفلوج على الساعه 4 بتوقيت المانيا، لا 5 بتوقيت المانيا، هو 6 بتوقيت تركيا احلى. المهم يا جماعه بكره بتعرفوا رايي بالموضوع، شوفوا لي البنود الحلو ما احلاها هاي قليلي، وهي الاخت الغاليه نسمه بعرفكم عليها، هي مديره اعمالي وهي خيتي ورفيقتي وباوروبا وبتركيا. بس والله حبابنا وصلت المقطع، اتمنى عجبكم، لا تحطون لايك اشتركوا بالقناه عشان يكون في هالزي مقاطع من القصص. مع السلامه.